المهم جدا الآن بعظمة لسانه، الخواجة شرب الرضعة. الخواجة بيشو ممكن يبقى ده الاسم باتشيكو لباتشيكو جيمي باتشيكو البرتغالي المدير الفني للزمالك، مشي في نفس الركاب، دافع عن الزمالك، حب الزمالك، اخلص لعملك، غير على فرقتك، كل ده نقول لك برافو، ولا حد يقدر يدوس لك على طرف، لا انت يا خواجة ولا غيرك. بالعكس احنا بنتمنى لكل الأندية الشعبية تتفاعل مع أنديتها وتحامي عنها، لكن تتعرض للأهلي حاجة غريبة، وتسيل الأهلي وتشكك في بطولات الأهلي، وانت اللي هربت ورجعت ومحدش قالك هربت ليه ورجعت ليه، ومحدش حاسبك على قرارتك اللي انت حر فيها. بس هل انت حر في الإساءة للأهلي وبطولات الأهلي؟ وبعدين هو ليه أسهل حاجة لأي واحد يخسر يدور على انه يتنصل من الهزيمة ويرميها؟ هو انت باتشيكو لعبت كم مرة؟ أول مرة مع الزمالك، وإيه الظلم اللي جالك؟ ولا استفدت؟ ومن يوم ما جيت أنت لعبت كم مباراة؟ وإيه الظلم اللي جالك؟ ولا استفدت؟ ورينا أنت عامل شغل كويس. خلينا الأول نسمع عشان ما نبقاش متجنيين على الخواجة بيشو، نشوفه قال إيه. في حاجة هقولها بس ممكن أكون مش مرضي لناس كتير في إن أقولها، لكن من خبرتي في مصر الدوري اللي الزمالك يكسبه واحد يساوي 5 دوريات للأهلي، لأن ما شفتش الأهلي بيتضر في أي حاجة، في أي شك بيكون لصالح الأهلي. أكيد طبعا بكل احترام للنادي الأهلي اللي فضل طبعا في الفوز بنادي منظم وكبير وكل حاجة، لكن مش هنا بس، في البرتغال كمان بتحصل الأمور دي، وممكن في دول تانية كمان. الفرق اللي بتكسب أكتر هم المحمين أكتر، اللي بيستفيدوا أكتر، وإحنا أكيد حابين إن إحنا مش نكون زيهم بنفس متساويين، حابين إن إحنا على الأقل ما نتضرش. الفار ساعات ممكن مرات كتير يعدل وما بيعدلش. يعني التجارة الرابحة كيف تهاجم الأهلي وتلقح عليه الكلام؟ وهو الحقيقة دي الرضعة. لا قالك ايه بقى؟ قالك بخبرتي في الدوري المصري، خبرته اللي هي ايه؟ 12 مباراة وساب الزمالك دون اختاره، وساعتها قالوا هرب. هل قدر يختبر الدوري المصري في ال 12 مباراة دي عشان يقول لك خبرتي؟ وبعدين هو رجع لعب كم مباراة؟ هيقولين هذا الكلام، لكن الحقيقة يعني انك انت تطلع تقول هذا الكلام، هو شكل منظم وممنهج للتوجه اللي عايز يتزرع في اذهان الناس الجمهور. هم عمليه تبرير ومغازله لمشاعر الجماهير بتاخده في سكه ان ما يناقشوش الاسباب الحقيقيه لفوز الاهلي والوضع القائم في الكره المصريه. الناس اللي عايزه تنصف مش محتاجين ان احنا نقول هما مين، لان انت الانصاب بيجي لك على مستوى العالم والناس الخارج الحلبة زي ما بيقولوا، وحتى جزء كبير جدا من الزملكاويه الموضوعيين زي الاستاذ ابراهيم عيسى لو يرجعوا لكلامه هتدوروا عليه، قال ايه؟ ان احنا بنرضع فكره المظلوميه والاضطهاد، والاهلي يرضع ثقافه الفوز والانتصار. وكابتن حسن شحاته قال نفس الكلام. الكابتن فاروق جعفر في لحظات لما كان يعني على راحته قال هذا الكلام. استاذ صلاح منتصر، ناس كتير جدا من الزملكاويه الكبار شافوا هذا الوضع. انت حر، اغرق في نظريه المؤامره، ارضع ما شئت، ارضع ما شئت. طب وانت ليه بتقول رضع هذا الثقافه؟ لان فيه كلام. ايه هو؟ بص بقى